ما غاديش نتكلم على تصريح السيد رئيس الحكومه اللي قال بان 500 درهم ماهيش سهله، وبالتالي عدد كبير من المواطنين ما بقاوش باغيين يخدموا. في الحقيقه هذا تصريح مستفز للمغاربه في ظل حاله تضخم كبير. انا غادي نسولك السيده الوزيره على مدخول الكرامه اللي كنت وعدتوا المغاربه وقلتوا بانكم في الربع الاخير 2023 غادي تعطيو لهم هذا المدخول الكرامه، في حين أن دابا حنا في الربع الأخير 2024 ولا أثر لمدخول الكرامة بالنسبة للناس اللي كينتظروا هذا المدخول هذا. السيدة الوزيرة فيما يتعلق بالمؤشر، المؤشر هو 9.74001، واش الفقر نقدروا نقيسوه بخمسة الأرقام بعد الفصيلة؟ وشكرا السيدة الوزيرة. شكرا. رد السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت. كما قلت فيما يخص المعاشات ديال المتقاعدين، نقولوا مدخول الكرامه والكرامه بصفه عامه هي في نقولوا الصلب ديال السياسه والبرنامج الحكومي ديالنا. بالطبع كان عندنا برنامج ومن بعد تفاعلنا مع المواطنين مع الظرفيه باش نبقاو في هذاك نقولوا في هذيك السياسه الاجتماعيه، ولكن في التنزيل ديالها بالطبع كان نقولوا ظرفيه، كان وضع لي كنصلحوا الوضع وكنطبقوا البرنامج في نفس الوقت. شكرا. دون نقولوا المساس بالتوازنات. شكرا سيدي.